قالت هيئة محامي دارفور إنها لم ترشح أي شخص لعضوية المجلس السيادي، إن ما رشح من معلومات حول تسمية تجمع المهنيين لأحد المحامين في المقعد المخصص لدارفور لا يمت بصلة للهيئة. وأوضحت في بيان تلقته سودان تريبيون الأربعاء أنها تلقت عدة تساؤلات من منظومات في قوى الحرية والتغيير عن علاقة الهيئة بتسمية المرشح من تجمع المهنيين المعلن عنه في الصحف لمقعد يقال أنه مقترح تخصصه لدارفور في المجلس السيادي. وأضافت أن الهيئة تؤكد عدم صلتها بتسمية المرشح المذكور، كما أنها لم تقدم أي مرشح لأي منصب. وكانت تقارير صحفية تحدثت عن ترشيح المحامي طه عثمان عضوا بالمجلس السيادي المنتظر تشكيله خلال الأيام المقبلة، الذي يمثل رأس السيادة للحكومة الانتقالية.